مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم، مرحب بكم في حلقة جديدة من النيل مباشر، والتي نقرأ فيها ما يلي. عقب لقائه بنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس السيسي يؤكد على ما يجمع مصر والإمارات من علاقات مودة وروابط تاريخية. ووزير الخارجية سامح شكري يصل اليوم للجزائر للمشاركة في اجتماعات تحضيرية للقمة العربية. والطيران الأوكراني يشن 14 غارة على مواقع روسية، وروسيا تحاول الاحتفاظ بالأراضي التي استولت عليها. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي على ما يجمع مصر والإمارات وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك. نتابع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بلده الثاني مصر، والذي تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات. أهلا وسهلا بكم. الوجدان المصري متأثر جدا جدا بالإخوة الإماراتية المستمرة من أيام الشيخ زايد الله يرحمه وحتى الآن. 50 سنة من المحبة والإخوة والاحترام بلا حوار. من جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن الامتنان للسيد الرئيس والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدا ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي. الحمد لله. السلام شيخ محمد بن زايد رئيس دولتنا، يدعيك ويدعي مصر لحضور الأمة العالمية في دولة الإمارات وتكون ضيف شرف. ده يشرفني ويسعدني، ودائماً كل دعوة من أخي الشيخ محمد أو من دولة الإمارات دائماً محل تحضير واحترام وقبول كبير جداً جداً جداً، ونتمنى له دائماً التوفيق في كل الأنشطة وكل الفعاليات اللي بتتعمل. وطبعاً بالنسبة لي احنا برضه هنبقى سعداء قوي إن احنا نستقبل أخي الشيخ محمد بن زايد ان شاء الله في مؤتمر القمه اللي هيعقد الشهر القادم. وجودكم معانا هنا يشرفنا ويسعدنا، كان لازم اقول اهلا وسهلا، مرحبا بكم، سعداء بوجودكم معانا. وحول الزيارة الهامة التي يقوم بها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، يسعدني أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. برحب بحضرتك دكتور محمد. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. طبعا يعني والإمارات الشقيق يحتفل بمرور 50 عام على إقامة دولة الإمارات عام 1971. كانت هناك كلمة هامة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالنا بالعيد الذهبي أو اليوبيل الذهبي لإنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني الروابط التاريخية والروابط العميقة والمتجذرة التي تجمع الشعبين الشقيقين مصر والإمارات، وما أرساه أيضا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والدور التاريخي والعروبي أيضا الذي بدأه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقولته المشهورة في حرب أكتوبر أن البترول العربي
ليس لن يكون أغلى من الدم العربي، وهذا ما بنت عليه مصر والإمارات علاقاتهما الممتدة لأكثر من 50 عام. ما دلالة هذه الروابط التاريخية والعلامات المضيئة في العلاقات المصرية الإماراتية على مرور فترة 50 عام دكتور محمد؟ بعد التحية لحضرتك والسادة المشاهدين، أعتقد طبعا أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها كما أشرت حضرتك عام 71 وكان هناك علاقات متميزة مع الجانب المصري. طبعا تجسد في حرب 73 في عهد الشيخ زايد رحمه الله عندما قال مقولته الشهيرة لحضرتك أشرت إليها، وأعتقد كان الإمارات موقف مشرف مع مصر أثناء حرب أكتوبر 73. تمام. بعد حرب أكتوبر 73 كان هناك طبعا تعاون مصري إماراتي على كل المستويات، بل دعنا نقول أنه كان نموذج يحتذى به في العلاقات العربية العربية بالفعل بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة. كان هناك تعاون سياسي جيد، كان هناك تعاون اقتصادي جيد. مصر من أوائل الدول التي رحبت بانضمام الإمارات السابع وتشكيل الإمارات العربية المتحدة. إضافة إلى ذلك مصر كانت دوما وقتها بجوار الخليج العربي وفي القلب منه الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأعتقد طبعا أنه تجسد بعد عام 2014 في عدد الزيارات الكبير والهائل الذي قام به كل من الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، سواء كان وليا للعهد او طبعا رئيسا للدوله. نعم، حاكم الدوله. انا اعتقد طبعا ان عدد الزيارات عندما يتجاوز ال 40 زياره في خلال حوالي 8 سنوات اعتقد انه ينم عن التفاعل الجيد ما بين مصر ودوله الامارات العربيه المتحده. ناهيك طبعا عن مساله الاستثمار ما بين الدولتين، بين مصر وبين الامارات العربيه المتحده، معدلات التبادل التجاري مرتفعه، الاستثمارات الاماراتيه في مصر يشهدها القاسي والداني. نعلم جيدا حتى طبيعه العلاقات ما بين مصر والامارات على الجانب الاخوي وعلى الجانب الاجتماعي. وايضا تعاون عسكري وايضا تعاون عسكري ايضا يا دكتور محمد. بالتاكيد حضرتك. نعم. بالتاكيد حضرتك. هناك تدريبات، هناك تدريبات عسكريه ما بين القوات المسلحه الاماراتيه والمصريه. بالتاكيد طبعا، وكل ده طبعا ينم على ان العلاقات ما بين البلدين لا تشوبها شائبه، سواء ما يتعلق منه بالجانب السياسي اللي اشرت لحضرتك اليه، الجانب الاقتصادي كما اشرت ان هناك استثمارات وتزيد يوم بعد يوم الاستثمارات الاماراتيه الموجوده في مصر من خلال طبعا المحاور المصريه التي تدشنها مصر، سواء في منطقه العلمين، سواء في منطقه طبعا قناه السويس، سواء في المناطق المختلفه، اضافه طبعا الى الشركات الاماراتيه العامله في مصر، اضافه طبعا الى شيء اهم جدا هو البعد الخاص بالتنسيق فيما يتعلق بالحفاظ على الامن القومي العربي من خلال القضايا العربيه. يعني هناك موقف مشابه ما بين مصر وبين الامارات في حل كل القضايا العربيه بصوره سلميه، في عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول الاخرى. اذا السياسات الخارجيه تجدها متصادقه الى حد ما فيما يتعلق بهذه الامور، اضافه طبعا الى الحرص على مصلحه الدول العربيه والحل القضيه الفلسطينيه بصوره سلميه، الحفاظ على امن الخليج العربي، ضروره حل القضايا بصوره سياسيه سواء ما يتعلق منه بازمه الازمه اليمنيه او الازمه السوريه. طبعا مد اواصر الاخاء الى الدول العربيه مثل لبنان، مثل العراق، مثل السودان، كلها امور حاضره بقوه في التنسيق ما بين مصر والامارات خلال القضايا المختلفه او عبر القضايا المختلفه، اضافه طبعا الى الترحيب الذي منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاخيه الشيخ محمد بن زايد خلال طبعا القمه المقبله، قمه المناخ التي ستعقد في مصر، اضافه طبعا الى لقائهم في قمه الجزائر المقبله في التي ستعقد في الجزائر الشقيق في الاول من نوفمبر، كلها امور تنم على ان العلاقات ما بين الدولتين في افضل حالتها وفي احسن حالتها، اضافه طبعا الى تفعيل العمل العربي المشترك من خلال الجانبين المصري والجانب الاماراتي. نعم دكتور محمد، يعني من خلال متابعتنا للكلمه لسمو الشيخ محمد بن راشد، الحقيقه استعمل مصطلح راقي جدا في التعبير، وهو ان الجاليه المصريه تعتبر جسر حضاري يربط ما بين البلدين الشقيقين. كيف تكون هذه الجاليه او الجاليه المصريه هي القوه الناعمه لمصر في الدول العربية وبالأخص في منطقة الخليج؟ يعني كما أشرت لحضرتك أن الجالية المصرية في الإمارات هي أكبر جالية عربية، وهي تعمل يدا بيد مع أخواتها سواء الإماراتيين أو الدول العربية الأخرى من أجل بناء دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. إضافة إلى كون هذه الجالية الكبيرة جدا هي عاكسة بقوة لمد أواصر الصداقة ما بين الدولتين، بين مصر وبين الإمارات العربية المتحدة، إضافة طبعا إلى كون هذه الأيادي العاملة أو القوى العاملة الموجودة في الإمارات العربية المتحدة هي طبعا هي قوة تربط ما بين مصر وبين الإمارات، سواء ما يتعلق منه بالجانب الحضاري، ما يتعلق منه بجانب الإخاء والتعاون ما بين الدولتين، إضافة طبعا إلى كون
هذه حتى القوى العامله هي قوى ناعمه كما اشرت حضرتك في سؤالك، وهي اعتقد انها تعكس الروابط المصريه والروابط الاماراتيه بشكل جيد. لم نسمع ان هناك نوع من الاشكاليات احدثتها الجاليه المصريه على سبيل المثال، بالعكس الجاليه المصريه تقوم بدور هام جدا فيما يتعلق بالاقتصاد الاماراتي، دعم الاقتصاد الاماراتي، اضافه طبعا الى دعم الاقتصاد المصري من خلال التحويلات العاملين في الامارات العربيه المتحده. اذا انا اعتقد ان الجاليه المصريه تقوم بدور هام جدا ودور رائع فيما يتعلق بهذا الصدد، اضافه طبعا الى بعد هام جدا وهو الحفاظ على متانه العلاقات ما بين مصر وبين الامارات العربيه المتحده. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور محمد صادق اسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. وايضا معنا عبر الهاتف دكتور غاده جابر الباحثه والكاتبه في العلوم السياسيه. دكتور غاده اهلا بحضرتك معنا يا فندم. مساء الخير واهلا بك على شاشه النيل، برحب بحضرتك دكتوره غاده. يعني طبعا العلاقات المصريه الاماراتيه علاقات تمتد لاكثر من نصف قرن، اصل لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان، ونحن نعلم تماما قيمه مصر لدى يعني حكام الامارات وفي مقدمتهم من انشا دوله الامارات العربيه المتحده الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان. هذه العلاقات الحقيقه بنى عليها يعني حكام الإمارات من بعد الشيخ زايد رحمة الله عليه الشيخ خليفة ابنه، وأيضا الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي نائب رئيس الدولة والشيخ عبد الله بن زايد. كما تعلمي حضرتك أن هناك يعني موقف تاريخي وعروبي كبير جدا قام به الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في حرب أكتوبر، وتكرر هذا الموقف الحقيقة بعد الثلاثين أو في ثورة الثلاثين من يونيو، حينما قام حكام الإمارات الشيخ خليفة والشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ عبد الله بن زايد من جولات مكوكية لدعم مصر والدولة المصرية في العديد من الدول الأوروبية. دلالة هذه العلاقات التاريخية التي تربط مصر إذا ما بنينا عليها في هذه الجولة أو الجولات التي قاموا بها بعد ثورة الثلاثين من يونيو. نعم، فهي في الحقيقة العلاقة المصرية الإماراتية علاقة تاريخية قوية ولها أواصر تاريخية بتجمع البلدين الشقيقين. وكما وصف الاحتفال بمرور 50 عام على العلاقات المصرية الإماراتية بأنها علاقة أخوية ونموذج عربي يحتذى به بين أشقاء دول العرب. فيرجع التاريخ إلى عام حتى 1971 عندما اعترفت مصر بقوة وكانت من أوائل الدول التي اعترفت بالإمارات العربية المتحدة عام 1971، ثم تلاها الموقف العربي الخالد في حرب أكتوبر 1973 من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وجملته الشهيرة التي يعني حفرت في دماء وقلب المصريين بأن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي. فالعلاقة بترجع إلى أواصر تاريخية قوية تعد أو تخطط النصف قرن، واحتفلت القاهرة والرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الاحتفال القوي الذي عبر على مدى العلاقات القويه بين البلدين. وكانت العلاقات مستمره على مر السنين والعصور ولم تنتهي ابدا، العلاقه التبادليه التي تعبر عن الاخوه بين الامارات وجمهوريه مصر العربيه. وكان اقربها على مدار الثماني سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وعندما شهد في عام 2014 المناوره المصريه الاماراتيه للقوات المسلحه ما بين مصر والامارات، وكانت بمثابه قوه عسكريه للدولتين والعديد من التبادل التجاري. فيعني كلنا عارفين ان الامارات بتعد ثاني اكبر شريك تجاري لمصر ومستثمر داخل جمهوريه مصر العربيه، وكذلك مصر بتعد الشريك الخامس على المستوى العربي في دوله الامارات. فالتبادل تاريخي وتجاري واقتصادي واخوي، فهي في الحقيقه علاقه قويه جدا ونموذج يحتذى به بين الاشقاء العرب، النموذج المصري الإماراتي. دكتورة غادة، مما لا شك فيه أن الجالية المصرية الحقيقة في دولة الإمارات العربية الشقيقة جالية بتلعب دور هام جدا، وهذا ما عبر عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حينما ذكر أن الجالية المصرية في الإمارات هي جسر حضاري. كيف نبني ونؤثر ونؤصل ونجذر هذه العلاقات الأخوية والحميمية والمودة الحقيقة التي تجمع الشعبين الشقيقين مصر والإمارات عن طريق
أن تلعب هذه الجالية المصرية يعني دور القوة الناعمة في الخليج العربي وبالأخص في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ بالطبع، هو في الحقيقة دائما التصريحات ما بين الجانب الإماراتي يعني يعبر على مدى قناعته بقوة أن مصر هي قلب العروبة، كما يعني صدر العديد من التصريحات من كبار المسؤولين في دولة الإمارات المتحدة. فهم يعبروا أن مصر هي قلب العروبة، وعندهم إيمان تام وكامل أن مصر ما دامت في أمان سياسيا واقتصاديا فبينعم جميع الدول العرب بهذا الأمن والأمان. فيعني قناعاتهم بوجود الجالية المصرية ومدى تأثيرهم على النمو الاقتصادي، بل بالعكس هم يشهدوا أن هناك العديد من المجالات التنموية التي حدثت في دولة الإمارات كان الفضل يرجع إليها إلى العقول المصرية. فهذه العلاقة والإشادة علينا أن طبعا أولا يعني نفتخر بها ونشعر بالانتماء إلى هذه الدولة العريقة والعلاقة القوية بين الدولتين، وأن نستمر في هذه العلاقة الطيبة والمحبة التي تعبر عن علاقة أخوية ما بين الدولتين، وأن الجالية المصرية بتعمل بجد وبقوة. دائما الحقيقة الجالية المصرية عندما تعمل في دولة عربية شقيقة بتشرف الدولة المصرية وبتزيد من الأواصر وتوطد العلاقات ما بين الدولتين. أيضا هناك تصريح للقرقاوي مدير وزير شؤون الدولة لمجلس الوزراء الإماراتي، فهو بيشهد أن مصر هي قلب الوطن العربي، ونجاح مصر هو من نجاح الوطن العربي بأكمله. فهذه الشواهد كلها بتعطي كما ذكرت حضرتك القوة الناعمة التي تجعل البلدين دائما على علاقة قوية يجمعهم أواصر التاريخ والحب والتبادل السياسي والاقتصادي والعسكري وفي جميع المجالات الحقيقة التنموية، وخاصة نحن في ظروف بتحتاج إلى هذا التوطيد، الظروف التي يشهدها العالم والتي تشهدها الدول العربية الاقتصادية الصعبة التي تحتاج إلى مزيد من التعاون ومزيد من توطيد العلاقات بين مصر ودولة الإمارات. نعم، دكتور غادة جابر الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية كنت معنا هاتفيا، لك جزيل الشكر. شكرا يا فندم. يصل اليوم وزير الخارجية سامح شكري للجزائر للمشاركة في اجتماعات تحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها يوم الأول والثاني من نوفمبر المقبل بالجزائر. ويشارك وزير الخارجية سامح شكري على مدار يومي 29 و30 من أكتوبر الجاري في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، والتي سوف تنظر في جدول الأعمال ومشاريع القرارات المطروحة على القمة العربية. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المنطقة العربية والعالم أجمع يمران بمرحلة دقيقة تفرضها علينا التحديات العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات الدول ومنظومة الغذاء العالمي. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تحضيرا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 31. لقد تدهورت مؤشرات الأمن الغذائي العربي بشكل مقلق، ليس فقط بسبب الجائحة وما تلاها من أحداث، ولكن أيضا بسبب تزامن عوامل عديدة وتراكم مشكلات كثيرة، منها الجفاف واستمرار تراجع حصة المواطن العربي من المياه، فضلا عن النمو السكاني المضطرد وضعف الاستثمار الزراعي، تغيرات المناخ وما تؤدي إليه من عواقب خطيرة في السنوات القادمة. ولمجابهة تلك الأوضاع الضاغطة تقدم وثائق الأمن الغذائي العربي المعروضة على حضراتكم، والتي آمل أن تحظى باهتمامكم الشديد، وقد وزعت على الدول الأعضاء منذ شهور مضت أن تحظى من حضراتكم على رؤية شاملة للوصول للاكتفاء الغذائي المنشود ولسد الفجوة الغذائية في العالم العربي بنهج تكاملي ورؤية تقوم على حشد الإمكانيات العربية.
وحول التحضير للقمة العربية في دورتها 31 والتي ستنعقد في الجزائر، ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي، الكاتب والصحفي ومدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. يعني القمة 31 والتي تعقد في الجزائر أمامها العديد من الملفات على طاولة اللقاءات القمة ما بين الزعماء العرب، أبرز هذه الملفات التي يعني ستناقش في هذه القمة، كيف تراها والنتائج التي ستخرج عن هذه القمة وآليات تطبيق هذه النتائج؟ هو أنا شايف أن القمة دي من أهم القمم العربية بتأتي في إطار طبعا أو تحت عنوان كبير اللي هي المصالحة العربية العربية. احنا شايفين أن العديد من الدول العربية فيها العديد من الأزمات، كان في مشاكل خلال السنوات العديدة الماضية، منها الأزمة الليبية وسوريا والعراق واليمن، هناك صراعات في تلك الدول، ما فيش استقرار، في محاولات تدخل قوى إقليمية وأجنبية داخل تلك الدول، السيطرة على الثروات العربية، كل ده كان خلال السنوات الماضية. فأعتقد أن القمة العربية اللي تقام في الجزائر إن شاء الله دي يجب أن يكون أو يكون مخرجاتها التصالح بين الدول العربية بعضها وبعض، العمل العربي المشترك على إنهاء الأزمات، صراعات داخل الأراضي العربية، عدم تدخل دول أجنبية أو إقليمية في الشأن العربي، التكامل العربي على كافة الأوجه. احنا بنعيش دلوقتي في حالة أزمة عالمية اقتصادية كبرى جراء الحرب الروسية الأوكرانية، يجب أن يكون هناك تكامل اقتصادي عربي موحد يواجه تلك الأزمة بشكل كبير جدا. الدول العربية تمتلك العديد من الثروات، الدول العربية لو تكملت وتحالفت مع بعض ستعبر هذه الأزمة وأي أزمة بشكل كبير جدا. احنا عرفنا خلال المرحلة الأخيرة أن الاعتماد على الدول العربية وقوة الدول العربية بينها وبين بعض بيبقى رأيها مسموع أمام العالم كله، بل بالعكس العالم كله بيأخذ هذا التحالف وهذه القوة بوجه الاحترام والتقدير لها. وزي ما احنا شفنا العديد من اللقاءات اللي تمت قبل كده والرأي العربي والرؤية العربية الموحدة اللي تمت خلال الفترة الأخيرة. طبعا مصر في الوقت الحالي بتسعى إلى توحيد الدول العربية، مصر بتسعى في الوقت الحالي إلى المصالحة بين الدول العربية بعضها البعض. أيضا أستاذ جميل، حقيقة كانت هناك يعني لقاءات للفصائل الفلسطينية من أيام قليلة الحقيقة عقدت في الجزائر لوضع إطار للمصالحة ما بين هذه الفصائل. هذه من أهم الملفات التي ستطرح على طاولة هذه القمة. والجزئية الأخرى، في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، ذكر أنه لابد أن تكون هناك أو يكون هناك تكامل اقتصادي لما يمر به العالم من أزمة غذائية واقتصادية، فلابد أن يعتمد العرب أو تعتمد الدول العربية على نفسها في أنها تكون لديها اكتفاء ذاتي من الغذاء. هو بالطبع المصالحة الفلسطينية دي من أهم القضايا اللي بيواجهها هذه القمة، واللي مصر دايما بتنادي بيها المصالحة الفلسطينية، لأن لم تحل القضية الفلسطينية ولا نصل لحل إلا إذا كان هناك مصالحة حقيقية بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، وأن يكون توحيد الرؤى وتوحيد المفاهيم فيما بينهم من أجل التفاوض بشكل جذري وبشكل مثمر مع الجانب الإسرائيلي. فيجب طبعا نتمنى أن القمة العربية تصل إلى هذا الإطار ويكون فيه مصالحة حقيقية بين الفصائل الفلسطينية بعضها ببعض. نعم أشكرك. نعم تفضل تفضل يا فندم. وزي ما قلت لحضرتك ان التكامل الاقتصادي ده مهم جدا من اجل العبور الازمات الاقتصاديه العالميه والازمات اللي بيمر بها العالم في الوقت الحالي. الكاتب الصحفي الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام، كنت معنا هاتفيا لحضرتك، جزيل الشكر. وقد أضاف أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى أن مؤشرات الأمن الغذائي العربي تدهورت بشكل مقلق، وذلك بسبب عدة عوامل من بينها جائحة كورونا والجفاف والتغيرات المناخية. نتابع.
لقد تدهورت مؤشرات الأمن الغذائي العربي بشكل مقلق، ليس فقط بسبب الجائحة وما تلاها من أحداث، ولكن أيضا بسبب تزامن عوامل عديدة وتراكم مشكلات كثيرة، منها الجفاف واستمرار تراجع حصة المواطن العربي من المياه، فضلا عن النمو السكاني المضطرد وضعف الاستثمار الزراعي، تغيرات المناخ وما تؤدي إليه من عواقب خطيرة في السنوات القادمة. ولمجابهة تلك الأوضاع الضاغطة تقدم وثائق الأمن الغذائي العربي المعروضة على حضراتكم، والتي آمل أن تحظى باهتمامكم الشديد، وقد وزعت على الدول الأعضاء منذ شهور مضت، أن تحظى من حضراتكم. وخلال كلمته أكد وزير التجارة الجزائري كمال رزيق على أهمية العمل على أهمية إزالة كافة المعوقات التي تواجه التبادلات التجارية البينية بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية لتقود لإنجاز سوق عربية مشتركة. إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي انطلاقا من دوره الريادي في المضي بالعمل العربي المشترك للوصول لكتلة عربية اقتصادية واجتماعية موحدة، يواصل بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة، والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة. ونتطلع الآن بعين الأمل إلى إكمال المشوار والسعي قدما نحو مزيد من الإنجازات في الدورة 31 للقمة العربية. وهنا لابد من الإشارة. من جانبه أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد عسيلي على أهمية انعقاد أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه اقتصاديا، والعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشريف. ونرفض أن يتحول دم شعبنا الفلسطيني الغالي إلى دعاية لكسب انتخابات رخيصة لأحزاب إسرائيلية متطرفة. واسمحوا لي أن أثمن موقف الجامعة العربية التي أكدت أن هذه الهجمات الإسرائيلية ليست سوى جريمة حرب مكتملة الأركان. نعم، إنها جريمة حرب تقودها سلطة الاحتلال بشكل يومي من أجل تفريغ الأرض من أهلها، ولكننا صامدون في أرضنا. ونحن هنا اليوم في عمقنا العربي من أجل دعم صمود شعبنا وتمكينه اقتصاديا لمواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، والعمل سويا على تجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وحول الاستعداد للقمة العربية 31 والتي ستعقد في الجزائر، ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عبد الغني دياب رئيس وحدة الدراسات للأبحاث بمركز العرب للأبحاث. برحب بك أستاذ عبد الغني. أهلا بك فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الغني. يعني العديد من الملفات التي ستطرح على طاولة القمة العربية القادمة في الجزائر، ولكن أحب أن أتوقف عند بعض النقاط التي ذكرها أمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، ومن هذه النقاط الهامة وهو أنه أكد على أن هناك مشكلة عالمية في الغذاء، أكد على أن هناك حصة المواطن العربي في المياه تتناقص، دعا لتكتل عربي حتى نصل إلى مرحلة اكتفاء ذاتي من الغذاء، وهي المشكلة الآنية التي يعاني منها العالم بشكل عام، ولكن على وجه بشكل خاص الدول العربية. كيف ترى هذه القمة، وكيف يمكن وضع حلول لهذه المشاكل التي طرحها معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية؟
بداية يعني هذه القمة تأتي في وضع حرج للغاية على المستوى الاقتصادي. نعم. خصوصا وأن يعني الحرب الروسية الأوكرانية عمقت الأزمات الاقتصادية التي جاءت بعد يعني جائحة كورونا، وخصوصا في البلدان العربية هناك أقطار عربية عديدة تعاني من مشكلات على المستوى الأمني وعلى المستوى السياسي. بلدان تعاني من الإرهاب وبلدان أخرى تعاني من الحروب الأهلية والانقسامات وما إلى ذلك، وبالتالي لدينا مشكلات في اليمن وفي السودان وفي ليبيا وفي سوريا ولبنان يعاني والقضية الأم في فلسطين. نعم. وبالتالي هذه الأزمات كلها يعني تأتي مع أزمة عالمية في الغذاء، فيعني أعتقد أن الوضع العربي يعني يحتاج لتضافر الجهود العربية بشكل حقيقي وبشكل كامل، وهذا يتوقف أن تتوافر إرادة يعني عربية موحدة للخروج من هذه الأزمات، لأن المواطن العربي يعاني من الخليج إلى المحيط بشكل كبير يعني بسبب الأزمة العالمية وبسبب الأوضاع الداخلية التي عمقتها الأحداث السياسية التي حدثت خلال السنوات العشر الأخيرة في بلداننا العربية. نعم. وبالتالي القمة يجب أن تضع يعني حلولا حقيقية ويعني مؤرقة وبأجندات يعني تكون ملزمة للأطراف التي ستحضر هذه القمة بأن تمضي قدما نحو تكامل عربي حقيقي في الملفات، خصوصا الملفات المتعلقة بالغذاء. نعم، القمة العربية هي القمة التي ستسبق القمة أو مؤتمر المناخ الذي سيعقد في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، يفرق هما أيام معدودة الحقيقة يا أستاذ عبد الغني. يعني كيف تتبلور الرؤية العربية وتصبح موحدة لطرح رؤية عربية موحدة في قمة المناخ القادمة في شرم الشيخ والتي سيحضرها العديد من القادة العرب والأوروبيين الحقيقة ومن كل يعني من كل القادة على المستوى العالمي؟ بكل تأكيد هذه القمة يعني لها أهمية خاصة يعني كما ذكرت، وأنها تسبق مؤتمر المناخ. مؤتمر المناخ، أزمة المناخ هي أحد الأزمات الكبرى التي يعاني منها العالم الآن. أزمة المناخ يعني تؤثر على كل الأزمات التي يعاني منها الإنسان أو البشرية كاملة، سواء مما يتعلق بالغذاء، خصوصا وأن الأزمة وضعت على أجندتها ملف الغذاء، وبالتالي هناك رابط وثيق بين القمة ويعني مؤتمر المناخ. وأعتقد أن يعني القمة ستخرج أجندة يمكن أن تضاف إلى الجهود التي يعني تصدعها الحكومات العالم وقادة العالم على يعني طاولة البحث والتدقيق والتحليل في شرم الشيخ. وبالتالي قمة المناخ هي قمة مهمة، ربما هي أحد الاجتماعات الدولية الكبرى التي ستعقد في 2020. نعم. وبالتالي لابد من يعني التغطية الإعلامية الكبرى لهذا الحدث، الاهتمام بما سيقال في هذا المؤتمر، لأنه يعني هذا المؤتمر هو خلاص العالم في يعني أزمة الغذاء وأزمة الاضطرابات المناخية والبيئية. هناك تلوث كبير يحدث من الدول الكبرى يعني تدفع ضريبته الدول في الشعوب في الدول النامية، وبالتالي لا بد من الخروج بأجندة واضحة وصريحة لمواجهة أزمة المناخ. وأعتقد أن الدور العربي سيكون له الحسم في هذا الأمر، لأن القمة تعقد في مدينة عربية وبحضور عربي طاغن، وبالتالي لا بد أن يخرج الحل من هنا من شرم الشيخ ومن القاهرة، سيكون حل أزمة المناخ إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الباحث الأستاذ عبد الغني دياب رئيس وحدة الدراسات بمركز العرب للأبحاث، كنت معنا هاتفيا. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 14 غارة على مجموعات من القوات الروسية والأسلحة والمعدات العسكرية. وقد أضافت هيئة الأركان المشتركة إلى أن الجانب الروسي يحاول الاحتفاظ بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها مؤقتا، ويركز جهوده على كبح تحركات قوات الدفاع في اتجاهات معينة مع استمرار العمليات الهجومية في اتجاهات بخموت وأفاديفكا. you
اعطبته الى العمليات القتالية على الارض، تزداد حدة العمليات الجوية سواء من خلال الصواريخ او الطائرات المقاتلة او حتى المسيرات التي انضمت حديثا الى ساحة الحرب الروسية في اوكرانيا. كييف تقول ان وعورة التضاريس والطقس السيء اعاق تقدم الجيش الاوكراني في منطقة خيرسون في الجنوب، وتؤكد ان روسيا تعزز المنطقة بجنود احتياط كانت قد استدعتهم في الاونة الاخيرة. وجددت اوكرانيا اتهاماتها لروسيا بالمضي قدما في حملة لتدمير البنية التحتية الحيوية قبل الشتاء بضربات جوية من طائرات مسيرة وصواريخ. وفي هذا السياق اعلن الجيش الاوكراني اسقاط 79% من الطائرات المسيرة التابعة للقوات الروسية خلال يومين، كما اعلن تعزيز قواته في المنطقة الشمالية بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا، وذلك لمواجهة اي هجوم روسي محتمل عبر الحدود قد يقطع طرق الامداد بالاسلحة والمعدات الغربية. اما وزارة الدفاع الروسية فاعلنت اسقاط مروحية عسكرية اوكرانية بمنطقة زابوروجيا، بالاضافة الى تدمير عدد من صواريخ هاي مارس والدبابات والمدرعات، والقضاء على عشرات المقاتلين الاوكرانيين اثناء محاولة لشن هجوم مضاد على محور خيرسون. من جهته قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف حليف الرئيس فلاديمير بوتين ان اكثر من 20 جنديا روسيا قتلوا واصيب نحو 60 اخرين اثر هجوم مدفعي شنته اوكرانيا في منطقة خيرسون الجنوبية. مشاهدينا الكرام، كنا معكم في هذه الحلقة من برنامجكم النيل مباشر، والتي عرضنا فيها العديد من الملفات، في مقدمتها العلاقات الوثيقة المصرية الإماراتية، وأيضا القمة القادمة في الجزائر، القمة 31 في الجزائر، والتي ستعقد من القمة العربية 31 كما ذكرنا، على وعد بلقاء آخر وحلقة جديدة من برنامجكم النيل المباشر. لكم مني ومن أسرة البرنامج أطيب ورق المنى. في أمان الله.